السلام عليكم يا جماعة الخير. قالك لبسو حسن وكل تبن دار فمك بالسمن ويقولوا ولد من، ولا جاوبتي على هذا السؤال 100 متقان. دواها فين مشى المخنتر؟ فين سرق الهجل؟ دخلوا البيت القاضي. السلام عليكم، معكم الاخ الكريم السي محمد القوبع من مواليد 1990 لاج 30 سنه. كندير هادشي ديال الافلام قصيره، لقيت واحد الصديق ديالي وكذا ونسجمت انا وياه، ولينا تنديروا هادشي ديال المسرح وداكشي. وديجا انا تندير مسرح، كنت ندير مسرح في واحد دار الشباب، وحنا الحمد لله عندنا واحد الموهبه عطانا الله واحد الموهبه ديال هادشي ديال الافلام قصيره والتقليد ديال الاصوات، فهمتي؟ مثل الفنان الصوت ديال الفنان كمال الكاظمي حديد دان. والحمد لله حنا غاديين بخير، لقينا واحد الشباب اللي لقيناهم في القطاع ديالنا ديال العياده، واحد الدراري فيهم هادشي ديال الفن وكذا، باغيين يبدعوا. الحمد لله غاديين بخير على ما يرام. دار الشباب البدايه ديالي كانت عندي تقريبا شي 12 عام، وبقيت حتى درت شي 17 عام، ودابا الحمد لله دابا عندي 30 عام، ولا بغيت نرجع لهذا المجال ديال الفن. تلاقيت مع يوسف صاحبي في الحومه، لقيت فيه هذا التوا في هذه القضيه ديال الفن، فهمتي؟ عنده مع هادشي ديال الفن، وحاول يوصل لي فكره باش نديروا هادشي ديال الافلام قصيره. وتلاقينا مع الدراري اخرين، فهمتي؟ تيمثلوا معنا في الحومه دراري صغار، تيمثلوا دراري زويونين، والحمد لله حتى هما باغيين يوصلوا في هذا المجال هذا. وحنا راه بخير دابا الحمد لله غاديين بخير. ودابا راه عندنا شي ثلاثه الافلام قصيره، ودابا راه كنلعبوا على واحد الفيلم عاوتاني قصير. يلا غنكملوا. ودابا يلا بدينا في هادشي ديال الافلام، تقريبا جايه لشي عامين دابا ديال الافلام قصيره. ودابا الحمد لله يلا كنقلبوا على شي ناس اللي تساعدنا، يلا بغينا نمشيو نطلعوا للمسرح نتعرفوا على فنانه وكذا، ونبقاو نمشيو لدار الشباب، فهمتي؟ باش تعرفوا على الناس اللي تساعدنا في هذا المجال هذا. ودرنا واحد الجمعيه يلا دابا تنقادوا ليها في الوريقات ديالها، الجمعيه المغربيه للابداع والفن والثقافه. يلا درناها باش فهمتي باش نكملوا في هذا المجال ديالنا، كيعجبنا بزاف. وبالنسبه للدومين ديال الفن، والمسرح، كتلقى الناس اللي كتعاونك، كاينين الناس اللي كتمد لك يد المساعده، فهمتي؟ باش تعاونك في هذا المجال هذا، وكيبغي يتطلب هادشي شويه الامكانيات وكذا. دابا حنا الحمد لله كنخسروا من جيبنا باش نديروا افلام فيلم قصير، كنخسروا من عندنا باش نديروا ذاك الفيلم. والحمد لله نطلبوا من الله يجيب شي ناس اللي تعاوننا وتساعدنا الحمد لله في هذا المجال هذا ديال لا. بالنسبه للامكانيات راه كنتعاونوا حنا الدراري اللي كيمثلوا معنا، راه كنتعاونوا بعضياتنا كله، فهمتي؟ كيعطي شويه. ولكن بالنسبه للسلطات راه كتلقى واحد المشكل، علاش حنا دابا تنجريو على الجمعيه باش منين تبغي تصور تلقى بعدا تلقى راسك علاش تبازي واحد الهدف بعدا، فهمتي؟ بنادم ماشي تي تجي تصور فيلم كيوقعوا فيك يقول لك شدير، عطينا شي ترخيص، عطينا شي لعيبه. وقعت لنا واحد المره في طريق لاباز، الطريق ديال القاعده الجويه، مشينا تما نديروا واحد الفيلم قصير، بغينا نديروا واحد اللقطه تما، وقفوا عنا السلطات، فهمتي؟ قالوا لنا واش عندكم شي ترخيص، عندكم شي حاجه؟ وبغينا شي، فهمتي؟ الناس يساعدونا في هذه الجمعيه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله، باش نصوروا هذه الافلام القصيره ديالنا. والحمد لله عندنا الدراري زويونين في قطاع النهضه العياده، عندنا الدراري زويونين كيبغيو يمثلوا، فهمتي؟ مواهب دراري الحمد لله بخير، كيبغيو يمثلوا معنا وكذا. ولكن تنطلبوا الحمد لله يساعدونا الناس، تساعدنا ونزيدوا بهادشي لقدام. الرساله نوجهوها لوزاره الثقافه تساعدنا فهادشي ديال الافلام قصيره، ويكون عندنا حتى حنا واحد القيمه، فهمتي؟ باش نوصلوا واحد الفكره للناس. فيلم قصير راه كيوصل كعباره على واحد الفكره تتوصل للناس، والحمد لله تنطلبوا منهم يعاونونا وكذا ويوقفوا معنا باش نزيدوا بهادشي لقدام. بالنسبه لحديد دان تيعجبني الصوت ديالو انايا. تبارك الله على الناس ديال اشواق، وتنتمناو لهم تهاني حاره اشواق، وتبارك الله عليهم، وتنشكروا الاخ الكريم، وتنشكروا الجمهور ديالنا كامل والناس اللي كتفرج فينا وكتشوفنا. تبارك الله عليكم، تبارك الله.